حفل فني منوع على مسرح قصر الثقافة، اختتمت الغرفة الفتية الدولية بحمص حملة تحدي الألف جرعة التي أطلقتها بداية حزيران الماضي لجمع 8000 جرعة لمرضى السرطان، والتي تهدف إلى المشاركة في محاربة مرض السرطان ودعم المرضى نفسياً ومادياً خلال رحلة علاجهم. نحن عم نحتفل بختام حملة الألف جرعة، طبعاً حققت أهدافها والحمد لله. كنا بالبداية جميع يقول أنه صعب الرقم وكذا، لكن مدينة حمص هي مدينة أهل الخير والحمد لله وصلنا لهذا الرقم. طبعاً نحن بالغرفة الفتية ركزنا على نقطتين أساسيات: زرع فكرة التبرع عند الناس، كان عندنا نشاطات مع الأطفال، وثاني شيء زرعنا فكرة الدعم النفسي لمرضى السرطان. كان في مشاركات ببعض البازارات من ضمن استاند خاص للجي سي آي للغرفة الفتية الدولية، وكمان كان في عندنا حملة اسمها المتبرع الصغير، كانت تستهدف الأطفال الصغار في بعض النوادي والأنشطة لحتى نعلمهم نحن ونزرع فيهم روح التبرع. أول شيء حبينا نكرم بداية نكرم كل الأشخاص الداعمين للحملة والأشخاص اللي كانوا سبونسرية معنا وكل الأشخاص اللي كانوا مشاركين خلال الحملة عن طريق اللي كانوا نقاط تبرع واللي كانوا يعني كل حدا ساهم خلال حملة تحدي الألف جرعة. تخلل الحفل تكريم عدد من الفعاليات التجارية والمجتمعية التي ساهمت بنجاح الحملة، وكذلك عرضا مسرحيا لفرقة مسرحيون ولكن المؤلفة من 11 ممثلا وممثلة من اليافعين والشباب الذين سلطوا الضوء على أهمية التبرع وتكريس قيم التكافل الإنساني والتعاضد المجتمعي، كما قدمت فرقة نوى أثر الموسيقية بقيادة فايز الشامي مجموعة من الأغاني الطربية والشرقية. نحن بهالعائلة رغم اختلافاتنا اتفقنا أن نوقف حد بعض، واتفقنا إذا شفنا واحد محتاج بس نحاول نرسل له إياه. ممكن نحسب بعض شوي، لأنه إذا اليوم غيرك محتاج ممكن بكرة أنت تكون محتاج. بتشكرك يعني، بتشكرك إنه قلت لنا على الحملة لمرضى السرطان، الله يشفيهم. الحملة التي استمرت 4 أشهر حفلت بالنشاطات والفعاليات المتنوعة لجمع التبرعات، حيث يتم صرف ثمن الجرعات وتسريبها للمرضى بالتنسيق مع الجمعية السورية لمكافحة السرطان. شيرين العلي، الإخبارية السورية، من مسرح قصر الثقافة بحمص.